ان شاء الله خلصنا فيلم اسمه ساحر النساء بطوله رندا البحيري وبطولتي واخراج الاستاذ احمد عياد رشيدي، تاليف وسيناريو وحوار استاذ محمد مكي. وده فيلم بيتكلم على حاجات روحانيه شويه، حاجات بارانورمال، وهو سيناريو وحوار بتاعه جديد جدا، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. وحاليا بنصور فيلم اسمه ليله في الجحيم، وده فيلم رعب، وانا فعلا بالفعل خايف وانا بروح التصوير، وربنا يسهل ان شاء الله. حصل لك ايه خلاك تخاف فعلا؟ انا بقول لك يمكن الناس كنت بدردش مع محمود كامل، انت عارف عامل زودياك وعامل فيلم تاني مع شريف سلام، بقول لك اللي كان بيحصل ان ممكن العفاريت تطلع لنا مش بشكل رسمي، بس ممكن حاجات تقع، حاجات تتكسر، حاجات تختفي. ده بيحصل معاك في الفيلم؟ والله لحد دلوقتي لسه ما حصلش، بس ربنا يستر ما يحصلش. يعني انا حد من الناس الخفيف جدا في الحاجات ديت، وبقلق بسرعه قوي يعني. نصيب. موقف صاحبها اللي حصل خلاك كنت مرعوب في مره في الحقيقه؟ يعني كنت بتقول خفيف، فايه اللي حصل بقى؟ انا فاكر مره زمان جدا جدا جدا، ايام الجامعه، كنت بوصل واحد صاحبي في منطقه، بوصله بالليل، كنا بنذاكر بالليل واتاخرنا جدا وما كانش فيه مواصلات، وكان اضطريت ان انا انزل اوصله البيت. فهو ساكن في حته وجنبيهم مقابر، اوكي. فمشينا بالعربيه ورحنا لحد هناك، واحنا داخلين المنطقه ديت لقينا حيطه سد، فلقيت كان اسمه عماد صاحبي، لقيت عماد بيقول لي الحيطة دي مش موجودة أصلا، مين اللي بناها؟ فأنا بصيت له كده، هو في إيه يا عماد؟ هو في حيطة بتتبني أنت لسه جاي لي يعني، وأنت مروح هتلاقيه الحيطة اتبنت؟ قعدنا في الجدل ده، كانت الكلام ده الساعة 3:30 تقريبا أو 4:15 الصبح، أوكي؟ فضلنا في الجدل ده بتاع نص ساعة، وإحنا في قدامنا حيطة فعلا ومش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نرجع. من كل ما نرجع نلاقي حيطه حيطه حيطه، كل ما نخش في اي يمين او شمال، لدرجه ان انا جسمي صفر، مش زرق بقى. انا جبت كل الالوان لحد ما وصلت للاصفر. والساعه 4 تقريبا بالظبط، ساعه الاذان، ربنا الاذان بيقول الله اكبر، الحاجات دي كلها اختفت. ده كان موقف عمري في حياتي ما انساه. انت وصلت صاحبك ده تاني ولا قطعت؟ رميته في الشارع حضرتك وجريت على البيت. عارف زقيته وانزل. طبعا. صباح الخير، شرفتنا وسعداء بجد باللقاء ده، ودايما ترد على طول. ربنا يخليك، شكرا جدا. شكرا.